اسمي باميلا نصور وأنا مخرجة من لبنان. بحالة إلى حيث البروجي ما إجا هيك من دون خلفية، يعني أصلا ما في ولا فيلم بيجي هيك من العدم بالمطلق. دايما المخرج عنده أفكار، عنده أشياء بتدفشه نحو أنه يعمل عمل معين. بحالة إلى حيث أنا وجوزيف عبدول تلاقينا على نفس الفكرة، اللي هي انه كنا حابين نشوف الجسد بطريقه عاده نحن ما معودين نشوفها دائما. ليش؟ لانه كنا عم نستعمل الماكرو لانس او عدسه الماكرو، من خلالها نحن شفنا الجسد مش كجسد، شفناه كشكل ممكن يحسسنا انه عم نشوف مناظر طبيعيه مثل صحراء او جبل او اي شيء ثاني. هذا الشيء نابع من انه اكيد انا عندي تساؤلاتي وجوزيف عنده تساؤلاته، بس اشتغلنا سوا وكان البروجي نوع من ارتجال امتد على مدى 5 سنين تقريبا. صورنا فيهن ساعات وساعات لحين ما وصلنا لنتيجة الفيلم، اللي هو طلع فيلم تجريبي قصير مدته 8 دقائق، وبياخدنا هيك بشي حلو كتير بعيد كل البعد عن الصورة النمطية للجسد، وشفنا قدي معقول هذا الشيء ودينا على أشياء تانية. كانت experience حلوة كتير لأنه كانت ارتجال، ما كنا مخططين، ما كنا حاطين سيناريو أو هلأ بدنا نصور هيك أو هلأ بدنا نصور هون أو هونيك. لا، تركنا الكاميرا تمشي، ونحن وعم نتركها تمشي كنا عم نتفرج على المونيتور وعم نشوف هذا الشيء كتير حلو. كوفيد أكيد أثرت، كل الفستيفلز قلبوا أونلاين، صار في مساحة افتراضية لعرض الأفلام. هالشي أكيد لعب كتير لصالح مخرجين بعضهم مبلشين، وأكيد لعب لصالح فيلمي أنا إلى حيث، لأنه فيلم تجريبي عادة حتى لو كان العرض حضوري جمهوره محدود وجمهوره قليل. أدى العروض الافتراضية والمهرجانات الافتراضية أنه يكون في ناس عم تحضر هذا الفيلم وعم تتعرف على الاكسبيريمنتال جانرا. ف بعتقد انه كانت شيء منيح لإلي انا شخصيا، بس علاقه الانترنت بالافلام والسينما مقابل الانترنت هي شيء كثير فيه بارادوكس، لانه السينما خلقت تنكون نحن بقلب صاله، تنكون قاعدين على مقعد عم نحضر شاشه كبيره. ما بحب شوف الأفلام عم تتحول من عروض بصالات كبيرة لشاشة صغيرة على التليفون أو على التي في السمارت تي في أو على تابلت. ما بحب شوف هذا الشيء، لأنه بعتبر أنه جزء كبير من الفن السابع عم نخسره، عم نحوره، عم نحوله لشيء ما خلق يكون كرماله. لبنان عبالي يأخذ السينما، لا بفضل اسال هي وين بدها تاخذني، بفضل اتساءل حوالي هذا الموضوع، لانه السينما بتخليك تروح لاماكن بالايام الطبيعيه انت ما بتروح عليها. قويه السينما، عندها هيك تقدر it can lead، بتقدر تاخذك، بتقدر تمشيك، تمسكك بايدك وتفوتك على طرقات انت عادة ما بتشوفها. بفضل فكر بهالمنطلق. انا بعد يمكن عندي سنين طويلة لقدام فانا اقدر اخذ السينما لمحل، يعني بدي يكون ما بعرف، يعني بدي يكون قطعت شوط كبير بالحياة بالمطلق. بس
أكيد أنه إذا السينما أخذتني لمحلات جديدة وهالشي تكرر أكيد أنا يمكن أقدر ضيف شي على السينما ويمكن لا، بس على أكيد هي حتضيف شي لإلي أنا. هلأ هني بيقولوا أنه لما الفرير لوميير عرضوا أفلامهم وبلشوا يشوفوا السينماتوغراف لوين معقول يوصل، هني لقيوا محدود وأعلنوا أنه السينماتوغراف بهذاك الوقت كان سينماتوغراف، أعلنوا أنه السينماتوغراف هو شيء ثاني. بس بعد أكثر من 100 سنة نحن هون بال2021، على الأكيد أنا ما بدي شوف السينما عم بتموت. وهون برجع للسؤال اللي قبل هيدا، أنه إذا السينما والإنترنت شو علاقتهم ببعضهم؟ السينما ما لازم تموت، صالة السينما هي بحد ذاتها خبرة، بمجرد ما أنه نفوت ونقعد بقلب الصالة ونطفي الأضوية ونحضر الفيلم هي خبرة أنا ما بدي شوفها عم تخلص. لبل عبالي أنه تضل إذا منقدر أبدية.